حاليا كان في عرس في مدينة عرابي. العرس كان للعريس والعروس. بعد إصدار أمر إبعاد للعريس من مدينة عرابي، تقرر أن تكون في سهرة بس للعروس لحالها من غير العريس. وبالفعل تم دعوة المحتفلين والمدعوين لهذا الاحتفال، والعروس بتتفاجأ بالساعة 7:00 موعد طعام العشاء إنه الشرطة بتداهم، أو تعال نقول تجتاح المحل. كان ده اجتياح للمحل. نتحدث عن يوم أمس مش عن يوم سهرتها يوم الجمعة. لا أمس، عن يوم أمس. يوم سهرتها كمان طبعا إجت الشرطة أخذتها للتحقيق، للوحدة النقطة للتحقيق، أخذتها في محطة الشرطة للساعة 1:30 الليل. بعد حقوا معها، بعد التحقيق أخلي سبيلها. أوكي. وامبارح كان العرس كيف قرروا إنه يكون في مدينة عرابي. طبعا العرس كان مقرر تكون فيه بس العروس لحالها من غير العريس. العريس كان متواجد في مكان آخر. طبعا خلال مداهمة الشرطة والاجتياح كيف نوهت في السابق، الشرطة استعملت القنابل الصوتية وقنابل المسيلة للدموع، طبعا دون الاكتراث انه وجود شيوخ نساء اطفال. كثير ناس هناك ضررت نفسيا وجسمانيا من تصرف الشرطة. هذا تصرف حسب رأيي تصرف همجي غير مبرر. كان بالحري على الشرطة انه قبل المداهمة ان تبعت احد من افرادها عشان يفحص اذا ما كان العريس موجود داخل الاحتفال. اذا كان موجود كان ممكن بطرق سلميه انهم يدعوه للتحقيق. اذا رفض كان ممكن يعملوا امكانيه ثانيه يفوت ويعملوا اللي بدهم اياه. طبعا اخ اللي هو انسان متعلم، جاي معاه شهاده جامعيه، فطبعا اعتقل الاخ والعروس. طبعا احب انوه هون انه فيش ولا اي سبب قانوني كان بعت للشرطه الشرعيه انهم يعتقلوا العروس. هن اتهموها او قالوا شبهه ضدها انه هي شوشت مجريات التحقيق. انا بهون بتسأل شو شوشت هي، شو عملت هي؟ هي عروس كانت لابسه بدلتها البيضة قاعده في عرسها تستنى معازيمها، هذا يوم واحد في العمر. فانا بقول انه الشرطه تصرفت بطريقه مش مزبوطة، طريقه مش شرعيه مش قانونيه. هذا الاساس احنا كمطاقم شو المسار القضائي؟ المسار القضائي اول طبعا انا اقدم شكوى، يعني انا فصل تقديم شكوى في ماحش قسم التحقيق مع الشرطه. بالمقابل راح تكون فيهم دعوة قضائية مدنية لتعويض العروس وأهلها وأهل العريس عن الأضرار النفسية والمادية والجسمانية. طبعا أنا بقول الشرطة كان الحري عليها تستبسل على 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 جرائم وعلى عائلات الإجرام، مش على عروس اللي هي كانت فستان أبيض. أنا بحب أنوه كمان هون لما العروس طلعت على سيارة الشرطة واعتقلوها، الفرد كان على ظهرها، البرودة على ظهرها. أنا بتسأل هل هذا تصرف منطقي؟ هل هذا التصرف اللي عن جد بيأدي عشان ممكن هو يخفف من الجريمة؟ هذا بسبب، أنا حسب رأيي هذا بسبب ولد كره للشرطة مش احترام للشرطة. والعريس اليوم شو المسار القضائي مع العريس؟ العريس طبعا بده هو في صدد تقديم دعوة قضائية ضد الشرطة. هو راح العريس راح يتواجد، راح يجي على محطة الشرطة وراح طبعا يعطي افادته. وانا كل امل انه انا اقدر انه انا احره من الشرطه في بعد التحقيق. احنا كنا عازمين المعازيم على الساعه 7 بالضبط، 7 الا ربع حاطين الطاولات وحطينا العشاء، مدينا كل إشي، ما حسينا 7 الا 10، 7 الا ربع الا هن نطين. كيف نطوا؟ بيجي 100 سياره، جسام، اليمار، البوليس، كلياتهم صاروا يزتوا قنابل صوتية بين البنادمين. أولادي صغيرة فاتت بهالم، كله العالم كلياتها فاتت عندي بهالم، وكله روح، واللي يصل كله يرجع، والأكل ظل مثل ما هو عندي. هاي المخاسير كلياتها ظلت، بعرف شو بدي أعمل يعني. كل صار مع ابنك مع العريس كان هو مبعد بسبب خلاف عائلي؟ سبب خلاف عائلي، مرحاق 5 أيام. خمسة أيام كان بكرة بخلص المرحاق تبعه يوم 2. والعريس هون ما جاش شيلي 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 شيلي، ما وصلش لهون، ولا عملت زيانة ولا عملت سهرة ولا عملت إشي. شيلي 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 عملت بس عشا عشي أهل العروس وعشي المعازيم اللي كانوا عندي، وهذا اللي صار. يعني أنا ظليتني فتت بهالم، يعني بعرفش كيف صار في هيك. اخذوك انتوا؟
أخذوني أنا قبل بيوم أجوا على داري كسروا لي بيتي، ما خلوا ليش إشي بقلب بيتي، كله تكسر كلياته، وأخذوني قعدت وهي جاي كنتي ما حسيتها إلا فايتي، جايبينها أخرى شحطينها طول الليل، وإحنا محطوطات الثنتين قعدت على الكراسي للصبح. أجا الضابط عاد يصي علينا، هذول شو بيسووا هون وليش جبتوهن وليش بيعملوا هون؟ إسا دغري بتروحوهن، دغري روحونا، ما ظن عطنا حكرا وروحونا. روحت عبيتي لقيت جيراني كلياتهم مسقطين لي غراضي، كلياتهم مرتبين لي بيتي لعنف، لأنه عاد يكسروا بيتي وأنا مريضة. قلت لهم أنا مريضة، إيدي بجعوني، بقدرش أصفت هاي الغراض، صار يزيدوا بالزيت. بس قلت لهم جسدي هدوا علي، واحدة كانت شرطية هي اللي دفشتني وهي اللي ضربتني، أخرى واحد هني دفشوني اثنين، لحد إسا في علامات بإيدي وبرقبتي فرجيتك. وهذا اللي صار، أول مرة بحياتي بمر بهذا الوضع، وأنا كان علي كثير 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 صعب، وبلاي تألمت، والمخاسر اللي خسرتها، والحمد لله أنا حطة، يعني أنا دايما متكلة على ربي وحطة عيني بعين الله، والله يحمي لي ولادي إن شاء الله يا ربي، والحمد لله كل إشي من الله بتقبله. العريس والعروس وين؟ إيه والله ما بعرف وين تسهلوا، بعرفش إشي عنهن بالمرة بعرفش. هن مبعدين اثنين. اليوم أنت كأم بعد كل اللي مركتي فيه وكل الضغط اللي صار، لما بتشوفي على مواقع التواصل الفيديو كده شيء بيوجعك؟ بلايا بلايا بلايا، كثير كثير صعب، كثير كثير تألمت، كثير كثير بلايا كان علي. أنا ما كنتش يعني متفكرة هذا الإشي قدامي يكون، أول مرة بحياتي بشوف هذا الإشي أنا قدامي. ابني ما عملش، ابني ما غلطش، أخذوا لي ابني الثاني بالزبط، مش عامل إشي، كنت قاعد أنا وياه لحالنا، فيش إشي، بعرفش كيف حملوه كيف أخذوه. فرحة ابني فيش فرحة بالمرة. شو رسالتك اليوم؟ شو بتطالب اليوم الشرطة بعد اللي عملوه؟ أنا بناشد كل العرب بالضبط، مع أعضاء الكنيسة، مع كلياته، إنه يستقال طومر، إنه يستقيل بأسرع وقت ممكن يستقيل. هذا اللي بناشد كل أعضاء الكنيسة. كيف فيكي تواصلوا؟ ما حداش اتصل في منهن، ما حداش اتواصل معي منهن شيء لشيء. كنت بحاجة لأعضاء كنيسة جنبك؟ معلوم كنت بهذا الظرف اللي أنا كنت فيه، ببيتي لازم كان كله لازم يجي، ولازم كلياته كان يجي على بيتي يشوف شو عملوا. شو رئيس المجلس ما جاش، رئيس المجلس عمر نصار ما وصلش بيتي، ما شافش إشي شو عملوا، شو الضربات اللي كانت، البنادمين اللي تأذت، أمبلانسات كانت، يعني بلاش بدي احكي لك. كم شخص اعتقلوا تقريبا؟ في بنت عمرها 15 سنة، في بنت اعتقلوها، في بنات، في حوالي 50 شخص اعتقلوا من هون، وفي صار ضربات، ضربوا بنادمين، والانابل بين اطفال كله فات بهالم، العالم كلها فاتت بهالم، هاي الاولاد هاي البنات، بدها بسخياتر، بدها بسخولوج، بده حدا، يعني وضع كان صعب ومؤلم كثير كثير كثير. إيه قاعدين عم نعيش الناس، فجأة وقفت أكثر من 30 سيارة وبلشوا ينزلوا يركضوا ويطخوا علينا قنابل غاز، قنابل صوت، ويبعدوا الناس وكلياتوا السياح بالسياح يطخوا على الأولاد الصغيري قنابل صوت، وصاروا يسألين شو فيه مش شو فيه، صاروا يدفشوا فينا ويضربوا فينا، ابعدوا مش ابعدوا، ويضربوا بالناس الموجودة الضيوف. والعروس شو اللي صار معه؟ العروس كانت قاعدة تحت الدار هنا، نطوا عليها كسروا الشباك، فاتوا من الشباك، اعتقلوها أول واحدة. استاجي تسألوا إيش فيه مش إيش فيه، شحطني قال لي ابعد من هون روح من هون، ولا برجع بنادى علي بقول لي تعال تعال مين أنت، بقول له أنت أخو لوجدي، بقول له أخو لوجدي، بقول له يلا خذوه على السيارة عشانك أخو لوجدي، اطلع على السيارة لأنك أخو طلعك. بالضبط. كم يوم صار لك معتقل؟ من امبارح المغربيات معتقل. استطلعت شو اللي صار معك خلال التحقيق؟ هل كان في اي تهمه لك؟ خلال التحقيق اتهموني انه بعرف وين وجدي بس بديش احكي. هسه انا حكيت له للضابط لتومر ليفي انه بعرف شو وجدي، ووجدي بعد بقول لي لا انت لبسك تيك خاوه هسه عشانك اخو لوجدي، وبدي اعلمكم درس انت وكل عيلتك. انت متعلم درس بسيكولوج؟ انا معي تقرشني باليعود سنوخي وتقرشون بالبسيكولوجيا. انت المفروض تكون ببير السبع بكره عشان تعليم، بدك تبلش تعلم ببير السبع. طب هذا الشيء قديش اليوم اثر عليك على نفسيتك انك تروح على شغلك؟ اثر علي بنفسيتي كثير كثير، اثر علي بالضبط، كنت اترك البيت بك وضع صعب علي كثير، والنفسيه كثير تعبت يعني وضغطت. اليوم العروس كيف وضعها؟ اخوك شو بتعرفوا معلومات؟
ما بنعرفش شو الاسم. تلفونك اليوم وين؟ تلفوني اخذوا لي اياه. تلفون الوالد اخذوه، تلفون العروس اخذوه، تلفونات اخذوا لنا اياها، وسياراتنا اخذوا لنا اياها. سيارات اخذوا لنا اياها. السبب انه بدهن وجدي، عم يضغطوا علينا بدهن وجدي، بس وجدي هو مبعد، طلعته المحكمه انه اساس انه مبعد. طيب ووجدي شو تهمته اللي متهمينه فيها بدهن اياه؟ يعني لو وجدي اسا يروح فيش عنده تهمه، بس بدهن انه ايش، بدهن يخرب العرس عشان ما يعملش عرس. اعضاء الكنيسه توجهوا لكم، حكوا معكم رئيس بلد؟ ولا حدا لسه توجه معنا، توجه لنا ولا حدا حكى معنا لسه نهائيا. شو دور اعضاء الكنيسه اليوم لما بصير هيك شيء؟ عروس بتتاخذ من اوعيه؟ اعضاء الكنيسه مشغولين بمشاغلهم واشياء الخصوصيه اللي بتهمهم اكثر من المجتمع العربي يعني.